عليكم. اهلا بكم في قناه مارو ساينس، انا مروان هاني. ان شاء الله احنا نشرح مع بعض ايه الفرق ما بين انتيجين وايميونوجين. المصطلحين دول ساعات ناس بتتلخبط فيهم، فاحنا ان شاء الله نحاول نشرح ايه الفرق ما بينهم، وهنقول ان في بعض الانتيجين نفسهم بنقول عليهم ان دول انتيجينك بس مش ايميونوجينك. الاكزامبل لحاجه زي كده الهبتين. يلا بينا نشوف. اول جزء هنبدا بيه بين الانتيجين فيرسس ايميونوجين. الايميونوجين ده انتيجين بس مش كل انتيجين اميونوجين. ليه بقى؟ تعالوا نشوف المصطلحين كده. على فكره الديفينيشن ده هيوضح الفرق على طول. يعني هنا الانتيجين ده موليكيول بيبايند للبي سيل والتي سيل ريسبتور، تقدر المناعه تتعرف عليه، بس ممكن وممكن لا ان هو مش ما يعملش انيشيشن لاميون ريسبونس. احنا في الفيديو اللي فات لما جينا اتكلمنا عن انواع الانتيجين، كان من انواع الانتيجين اصلا سيلف انتيجين، اللي هو المناعه نفسها ما بتهاجموش، يعني المناعه تعرف تفرق ما بين السلف والنون سلف، تمام؟ دي من يعني فدي كده ده كده نوع من الانتيجين، فكده ما فيش اميون ريسبونس. لكن لو شفنا الديفينيشن بتاع اميونوجين هنلاقي ان ايه؟ ان ده مولكيول برضه بتمسك في البي سيل والتي سيل ريسبتور، بس لازم تنشيت اميون ريسبونس. لازم في اميون ريسبونس يشتغل، تمام؟ ايه الاكزامبل؟ الهابتن ده بنقول عليه انتيجينك بات نوت اميونوجينك. في بعض الانتيجين طبعا غير السلف عموما، برضه في انتيجين عموما بيبقى بنقول عليه ان هو انتيجينك بس مش اميونوجينك، يعني مش بينيشيت اميون ريسبونس. فيلا بينا نشرح الهابتن ده برضه. لما نيجي نتكلم عن الهابتن احنا قلنا ان هو ايه؟ انتيجينك بات نوت ايه؟ اميونوجينك. يعني ايه بقى الكلام ده؟ الهابتن ده هو انتيجين بس عنده لو موليكيولار ويت. الانتيجين اصلا عشان تقدر ان المناعه تشوفه لازم يبقى عنده هاي موليكيولار ويت، لازم حجمه كبير، تمام؟ لكن ده حجمه صغير لو موليكيولار ويت. وحاجه ثانيه برضو ان هو لوحده كده ان المناعه نفسها ما تقدرش تديتكت، يعني ما تقدرش تشوفه، فهنا لوحده كده نوع من ريسبونس. بس ممكن الهابتن ده يخش جوه الجسم يتفاعل مع بروتين. البروتين ده اللي جوه جسمي ده بنسميه كارير بروتين. فور اكزامبل مثلا الالبيومين. ايه اللي بيحصل بقى؟ الهابتن والكارير دول الكومبلكس ده بيبقى هاي مولكيولار ويت، فالمناعه بتشوفه. عامله بالظبط زي ايه؟ زي حرامي داخل بيت متخفي. فايه اللي يحصل؟ فيجي صاحب البيت يشوفه فيمسكه، فبعد كده بقى يوريه العماره كلها بقى والشارع كله، الناس كلها تيجي تضربه. هي دي المناعه يعني، تمام؟ في اكزامبل مهم جدا ومشهور جدا، البنسلين. في بعض الناس عندها حساسيه اصلا من البنسلين عموما، حتى يجي يقول لك انت عندك حساسيه من البنسلين ولا لا؟ لان البنسلين ده ساعات لو حد عنده حساسيه منه، البنسلين بيتفاعل مع بروتين جوه الجسم اللي هو اتفقنا ان هو كارير بروتين، ممكن يعمل حاجه اسمها انفلاكتيك شوك. انفلاكتيك شوك ده تايب من الالرجي عموما، بيؤدي ان الانسان ده ممكن يعني الانسان ده ممكن يموت. يعني اصلا ان يعني حساسيه جامده جدا لدرجه ان هي اصلا بتتعالج حتى في المستشفيات بكورتيكوسترويدز وابينفرين وحاجات كتيره قوي كده، يعني ربنا يحفظنا يعني. بس كده، ده كان فيديو النهارده. يا ريت لو فيديو عجبكم يا ريت لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس وتظبطونا كده. بس شكرا، السلام عليكم.